وللمزيد من النقاش ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن. دكتور، بداية، كيف تعزز استجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني والإفراج عن المحبوسين احتياطيا تعزز من إيجابية مرحلة الإصلاح السياسي الذي بدأ بانطلاق هذا الحوار الوطني؟ تحياتي لحضرتك ولمشاهدينك الكرام ولفريق عمل إكسترا نيوز بهذه التغطية المستمرة منذ قرابة الشهرين. الحقيقة أنه هذه العملية أو ما نسميه بالإنجليزية بروسس، منذ أن أطلق سيادة الرئيس الحوار الوطني ثم بدأ النقاش داخل الحوار الوطني عن حقوق الإنسان ومركاته الشائكة، ثم بعد ذلك مناقشة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، ثم الخروج بتوصيات حوالي 24 توصية خلال أكثر من 75 ساعة للعمل داخل الحوار الوطني، ثم رفع هذه التوصيات وسرعة الرد والاستجابة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم اليوم نقف أمام واقع هو تاريخ مشهود للدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان وتعزيز لاستراتيجية حقوق الإنسان. أننا أمام واقع تطبيقي لما تم مناقشته وما تم رفعه من توصيات فيما أصدره سيادة النائب العام المستشار محمد شوقي اليوم في هذا الشأن. ما نرسله للعالم اليوم أن الدولة المصرية لا تتحدث ولكنها تفعل، وتفعل بعمق في كل ملفاتها. نحن نقول اليوم ليس مجرد أن حوارنا هو مكلمة أو ما إلى ذلك، لا، نحن نناقش قضايا وطننا ونضع حلولها ونناقش هذه الحلول قبل أن نصدرها لعموم الشعب ولمواطنينا، ونبحث في كل حل عن كرامة المواطن المصري. وها نحن اليوم أمام هذا الواقع التطبيقي لما تم رفعه من توصيات بسيادة الرئيس. نعم، ولكن كيف يؤكد القرار حرص القيادة السياسية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر؟ سرعة رد الفعل وسرعة التعاطي مع الأمر ووضعه موضع التنفيذ، هذا في حد ذاته أكبر تأكيد على أن الدولة المصرية جادة بل وماضية في طريق إصلاحها وبناء الإنسان. سيادة الرئيس في تكليفه للحكومة في حديثه عن بناء الإنسان ما نتحدث عنه اليوم في الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية وتحقيقها هو جزء من بناء الإنسان داخل الدولة المصرية، وها هو واقع ماثل أمام الجميع. دكتور، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ عهدا على عاتقه قبل عام ونصف العام تقريبا أثناء المؤتمر الخاص بمنتدى أو مؤتمر الوطني للشباب في مدينة برج العرب بأنه سوف ينفذ كل التوصيات التي تخرج عن الحوار الوطني في حدود القانون والدستور واختصاصاته، وما دون ذلك سوف يحيله إلى مساراته الشرعية. وبالفعل أحال توصيات الحوار الوطني الخاصة بالإجراءات أو قانون الإجراءات الجنائية من خلال الحكومة إلى مجلس النواب. بما تترجم هذه الخطوات السريعة أيضا تلبية للاستجابة لعموم المطالب في هذا الملف؟ يعني الدولة وعلى رأس قيادتها السياسية قيادة الرئيس عبد الفتاح حينما قامت بكل هذه الخطوات قامت بشكل جاد تتحدث فيه الحوار الوطني عن جدية ما يدور بداخله، فلم يكن سيادة الرئيس بمعزل عن المواطنين أو بمعزل عن الشارع أن يعلم أن المواطن يحتاج إلى هذا التنفيذ ويحتاج إلى إثبات الدولة بنفسها بقراراتها وبكيفية تنفيذها. اليوم نحن
نقف أمام واقع وأمام لحظة تاريخية في عمر الدولة المصرية حينما تتحرك الأجهزة التنفيذية وتحرك النظام القضائي ويصدر ما صدر اليوم هو أكبر دليل على هذه الجدية. ثانيا أن يكون الدستور هو روح الأمة وهو الباعث لها، أن تكون الدولة المصرية دولة ذات مؤسسات حقيقية وواقعة أمام الجميع. نحن نتحدث عن ميلاد جديد، جمهورية جديدة حقيقية ليس شعارا إنما هو تنفيذا على أرض الواقع، ونبدأ بحقوق الإنسان ومن قبلها ملفات أخرى. صحيح، جمهورية جديدة تتخذ من العمل والإرادة شعارا لها. الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، نشكرك على هذه المداخلة على شاشة إكسترا نيوز.